الآن طهران تعطي فرصة وحيز للانتهاء من مراسم التشييع إن كانت في إيران يوم أمس جرت بصورة رسمية وشعبية، والآن تجرى في قطر حيث هناك مراسم لتشييع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمشاركة إيرانية. إيران أرسلت المعاون الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، حضر هذه الجنازة وحضر مراسم التشييع في قطر، وقبيل مغادرته أكد من أن نهج إيران في دعم الشعب الفلسطيني والشعوب المستضعفة سوف يستمر وبقوة. إذن الآن هي مرحلة تحضير، كما ذكرنا سابقا وأكدنا من أن العجلة الدبلوماسية الإيرانية تحركت بقوة هذه الأيام منذ اغتيال إسماعيل هنية في شمال العاصمة الإيرانية طهران، كما حدث ذلك قبل أشهر بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. كان الرئيس وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبد اللهيان قام بذلك الدور، والآن وزير الخارجية بالوكالة علي باقري أجرى اتصالات عديدة مع روسيا، مع الجزائر، مع السعودية، مع مصر، مع الأردن، مع سلطنة عمان ودول أخرى، أجرى اتصالات هاتفية عديدة منذ يوم أمس إلى يومنا هذا، وطالب نظرائه العرب ونظرائه من الدول الإسلامية والعربية بعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية هذه المنظمة لبحث تداعيات الجريمة الإسرائيلية واستنكارها بقوة. وأكد علي باقري من أنه لقى ترحيبا لعقد هكذا اجتماع. أما في اتصاله مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فقد أكد له سيرجي لافروف خلال هذا الاتصال من أن روسيا قامت بتحضير بيان استنكار وإدانة للجريمة الإسرائيلية في طهران، وسوف ترسل هذا البيان إلى إلى الأمم المتحدة. خلال هذه الاتصالات الذي أجراها علي باقري أيضا كانت الإشارة إلى اتصاله المباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واتصاله مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. أما الكلمة الأبرز التي جاءت والمؤخرة آخر اتصال أجراه علي باقري مع أيمن الصفدي نظيره الأردني، أكد من أن إيران لا يمكن أن تتخلى عن حقها في الرد على العدوان الإسرائيلي، مضيف أن إيران سوف لا تتسامح بأي شكل من الأشكال مع تطبيق القانون والعدالة وتنزيل العدالة بحق الكيان الإسرائيلي. نعم. إذن هنا نتحدث عن مرحلة تحضير دبلوماسية للرد. أما على المستوى العسكري يمكن الإشارة إلى أنه جميع قادة القوات المسلحة أدلوا بتصريحاتهم الحاسمة حيال الرد. أبرز هذه التصريحات كانت لرئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الذي أكد من أن موضوع الثأر لدماء الشهيد هنية منتهي، وهذا الشيء سوف يكون، لكن كيفية الرد الآن محل الدراسة. إذن تأكيد من رئيس هيئة الأركان القوات المسلحة الإيرانية، تأكيد القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، التأكيد للقائد العام للجيش الإيراني، كل هذه التأكيدات تدل على أن الآن إيران تدرس بنك الأهداف والنقاط التي تود أن ترد عليها. أما إذا أردنا أن نعلم كيفية هذا الرد فيمكن الرجوع إلى تغريدة لمندوب إيران في الأمم المتحدة الذي أكد من أن الرد على هذا الاغتيال هي عملية خاصة ستكون أكثر قوة وتجعل إسرائيل تندم على فعلتها. إذن إيران الآن بصدد تهيئة عملية خاصة سوف تنفذها في الأيام القادمة. هناك تنبؤات كثيرة عن توقيت هذا الرد، بعض التنبؤات تتحدث عن منتصف الأسبوع المقبل، بعض التنبؤات أو التكهنات الأخرى تتحدث عن نهاية الأسبوع القادم، لكن بطبيعة الحال يعتمد توقيت هذا الرد وكيفيته على ما تصل إليه مراكز صناعة القرار السياسية
وبعدها العسكرية التي هي الآن تقوم بتنسيقات في مختلف الأبعاد بينها وأيضا ما بين فصائل المقاومة وقيادات المقاومة في المنطقة. محمد، ربما من المهم أن نشير إلى هذه النقطة. كان من اللافت ما أشارت إليه بعض التقارير إلى أن إسماعيل هنية لم يتم اغتياله من قبل طائرة مسيرة مثل ما قيل إيرانيا، أو حتى بسبب إطلاق صاروخ من قبل طائرة، وإنما قد يكون اغتيل جراء عبوة ناسفة زرعت في مكان إقامته قبل أسابيع وتم تفجيرها عن بعد. هل هناك أي صدى لهذه المعلومات أو لما يرد في هذه التقارير داخل إيران؟ نعم، هناك صدى كبير حيال هذه المعلومة التي خرجت به إحدى الصحف الأمريكية. وكالة فارس الإيرانية شبه رسمية المقربة من الحرس الثوري كذبت هذا الخبر جملة وتفصيلا، وجميع وسائل الإعلام الرسمية تداولت هذا الخبر نقلا عن وكالة فارس، من أن كما جاء في البيان الرسمي الإيراني الذي لم يشر أن ما اغتال إسماعيل هنية في طهران، لم تشر البيانات الرسمية في إيران أنها كانت مسيرة أو صاروخ، أنها فقط اكتفت بعبارة مقذوف جوي. وأيضا أعادت هذه الرواية وكالة فارس وأكدت من أن نشر هكذا أخبار مزيفة وهكذا معلومات مزيفة حيال اغتيال إسماعيل هنية لها أهداف خاصة لتقلل من العدوان الإسرائيلي، وبالتالي تلقي باللائمة على الأمن داخل إيران. عادت وكررت وكالة فارس الإيرانية من أنه بالتأكيد كان مقذوفا جويا استهدف الغرفة التي كان يقطنها إسماعيل هنية في الطابق الرابع لإحدى البنايات في منطقة زعفرانية في شمال العاصمة الإيرانية طهران، والصور التي موجودة تدل على تهديم وتخريب عدة أسقف وعدة جدران في هذه البناية. إذن التأكيد الرسمي الإيراني حتى هذه اللحظة مع وجود هذه المعلومات التي تأتي من هنا وهناك هو أن بالتأكيد تم اغتيال إسماعيل هنية عبر مقذوف جوي. لماذا؟ هل هذا يعني بأن التحقيق الذي قالت إيران بأنها فتحتها قد انتهى وخرجت هذه المعلومة بناء على نتائج التحقيق، أم نحن ما زلنا قيد يعني تحليلات أولية في انتظار أن تخرج النتيجة المؤكدة من التحقيق الذي فتح؟ بالفعل الآن علينا أن ننتظر. لماذا؟ لأن سلطة القضاء كلفت الجهات المعنية والادعاء العام كلف الجهات المعنية بفتح تحقيق موسع حول للوقوف على أبعاد وحيثيات وملابسات هذا الحادث، لكن هذا التأكيد جاء مقتضبا من قبل وكالة فارس، هذا التكذيب إن صح القول لهذه الرواية الأمريكية من أنه كانت هناك عبوة موضوعة منذ شهرين وتم تفجيرها في عند إقامة إسماعيل هنية في هذا المبنى. تم تكذيب هذا الخبر بصورة عاجلة ومقتضبة نظرا لصد أثر هذا الخبر في الرد الإيراني المقبل. لماذا؟ لأنه أساسا عدم الكشف ربما عن تفاصيل، وهذا باعتقاد بعض المراقبين والمصادر داخل إيران، عدم الكشف عن جميع أبعاد وحيثيات وتفاصيل وملابسات الحادث عملية اغتيال إسماعيل هنية قد يأخذ من إيران عنصر المفاجأة والغموض في ردها المقبل. لذلك الآن هي تكتفي فقط بهذه العناصر التي تحدثنا عنها الآن. نعم. من أنه هناك كان مقذوف جوي استهدف محل إقامة إسماعيل هنية في الطابق الرابع لإحدى الأبنية التابعة لحرس الثوري في شمال العاصمة الإيرانية في منطقة الزعفرانية. إذن نحن الآن بانتظار هذه المعلومات التي سوف تأتي بالتأكيد ربما بعد أيام أو ربما بعد الرد الإيراني التي سوف تنفذه بحق إسرائيل على جريمتها اغتيال إسماعيل هنية.